فالله سبحانه وتعالى هنا يدلنا على ما فيه الكمال وما فيه المصلحة وما فيه الخير لنا، وهو أن يستوي القول والفعل. وهذا درس نتعلمه في كل شيء، كم تمر بنا من مواقف من أحداث، وهذه المواقف والأحداث نعد الله سبحانه وتعالى فيها: لئن فعل الله عز وجل لي كذا لأفعلن كذا وكذا. ثم ما إذا أعطى الله سبحانه وتعالى الإنسان ما يريده، أعطاه الله عز وجل فراغا في الوقت، أعطاه الله سبحانه وتعالى عافية في البدن، وسع الله عز وجل عليه في أمر المال والمعاش، أكرمه الله عز وجل بزواج وذرية، بأي شيء، فإذا به لا يفي مع الله سبحانه وتعالى. فلا بد الإنسان أن يراقب مثل هذا السلوك. لماذا؟ لأن هذا السلوك مستبشع ومستنكر ومستقبح عند الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لو لم يكن في الأمر إلا الإنكار الأول في قوله عز وجل: لما تقولون ما لا تفعلون، لكان ذلك كافيا في بيان أن ذلك منكر وأنه محذور وأن الله لا يحبه. ولكن يزداد الأمر شدة بقوله عز وجل: كبر مقتا عند الله، أن هذا من أعظم ما يسخط الله سبحانه وتعالى، من أعظم ما يغضب الله عز وجل على العبد، أن يقول العبد ما لا يفعل، أن يقول الإنسان وأن يعد الإنسان ربه سبحانه وتعالى ثم يخلف مع الله عز وجل.